الشخص اللي راح يقدم خدمة المحافظة أسع، هذا هو الطلب الوحيد. أسع المواطن فتحت ذهنه، فتح ذهنه ما مثل قبل. قبل كان تعبان، يجي عليه بطانية، يجي عليه بكم فلس، متوازي من الضغط عليه يروح ينتخب. أسع حتى لو كان مضغوط، صدقني إذا ما يعرفه راح يقدم له خدمة ما راح يروح ينتخب. إحنا كان عندنا قاعدة حلوة، ومثل ما يقولون السنة متبعة، المساجد وأئمة المساجد هم اللي يحثون الناس على الشيء اللي يخدم البلد. والله هاي التدخلات طبعا أثرت علينا يعني، وأخرتنا، أخرتنا كثير. تعرف ليش؟ لأن أصبحنا مو أصحاب قرار. كل الناس عنده مجموعة خاصة، إذا كانت حزب أو إذا كانت تعرف أنت هالشغلة هذه، هذولا يعني أسعكوا جيوش إلكترونية، بس تحكي كلام واحد رأسا يطلعك ما خوش آدم، ويطلعك كذا، يعني بس مجرد قلت كلمة حق. مدينتنا مدينة الموصل مدينة ولادة، زين، ومدينة من الله خلقها، زين، دولة وعقل ودراية وناس بناء وحضارات، زين، فهذا هذول أرثها، إحنا أبنائهم، زين، وإن شاء الله أملنا ما ينقطع بالله. أولا نختار الرجل المناسب، أبو كفاءة، أبو شهادة، مكانته زينة يكون، يعني حسن السيرة والسلوك مثل ما يقول، يسمع منا ويتجاوب معنا. ما نجي مثلا ننتخبه أول مرة يجي علينا يطلب منا الانتخابات، طبعا يطلب منا ننتخبه وأديكم كذا وأديكم كذا وأسويكم كذا بعدين إحنا شو نسوي بالحالة؟ نسمع الكلام ونروح ننتخبه. بعد ما ينجح في الانتخابات إنسانة مثل ما يقول يعني اللي ظهروا علينا، ما نقبل أحد يجي داخل من خارج المحافظة علينا. إحنا نريد ابن المحافظة، ابن المدينة، ونعرفه ويعرفنا. والله اختيارنا راح يكون على اللي نشوفه يشتغل، واللي نشوفه مثلا قلبه على هالمحافظة. اللي ما قلبه على المحافظة لا والله ما ننتخبه، ولا أصلا ما يجمه. الشارع الموصل اللي صار عنده ثقافة ووعي، وده يعرف ذول الناس، فقد ما يحكون هاي خلي يحكون هم، فالناس يعرفون من ينتخبون، فهم خلي يسوون إعلام، خلي يسوون هذه، الناس يعرفون على أرض الواقع أكو ناس هتشتغل. ايه ننتخب هذول الناس يشتغلون، ما يشتغلون جاي من غير محافظه والدخلاء هذول كلهم ما نريدهم احنا. يعني ادمر مستقبلي، مستقبل اطفالي، مستقبل هذه، لان هذا مستقبل محافظه كامله. يعني شلون اجيب واحد ما كفو اخليه بالمكان اللي ما يستحقه.